النهارده بإذن الله في أول حصة من حصص المراجعة هنبدأ نشرح الدرس الأول من المحور الأول اللي بيتكلم عن المستكشف النشط. والمستكشفة بتاعتنا النهارده هي بيك كانر، شغالة في ناشونال جيوغرافيك كمستكشفة، وكمان هي مستكشفة من مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، واشتغلت كمديرة للابتكار في مدرسة في مدينة شيكاغو، وهي سفيرة للأهداف العالمية في الأمم المتحدة. ليه بقى هي مستكشفة نشطة، أو ليه هي مكتوب اسمها عندنا في الكتاب؟ أكيد لأن هي استخدمت التكنولوجيا بطريقة بتسهل على الناس حياتها، أو عشان تساعد باقي الناس، أو عملت شغلها بالتكنولوجيا فبقى أسرع أو أكتر كفاءة. فتعالوا هنا نشوف هي عملت إيه. أول حاجة كانت بتهدف ليها بيك كانر هي إزاي تواجه القضايا البيئية، وخصوصا التعامل مع المخلفات. والكلام ده بدأ ساعة جائحة كورونا اللي هي في 2019-2020. بدأ إن في جائحة كورونا يبقى فيه كتير قوي من مخلفات معدات الوقاية الشخصية، يعني زي مثلا الجلافز اللي هي القفازات اللي كنا بنلبسها، أو الكمامات. أوكي يا بيسان، شفت المسج بتاعتك، وبإذن الله هنعمل كده. زي مثلا الكمامات، زي القفازات، وغيرها من الأدوات اللي الناس كانت بتستخدمها في وقتها. طبعا وجود معدات الوقاية الشخصية دي موجودة في الشارع كده في وسط الناس، دي حاجة خطيرة جدا جدا جدا، لأن هي ممكن تنقل العدوى أساسا للناس اللي ما عندهمش الفيروس ده. فبالتالي بدأت إن هي تواجه الموضوع ده بإنها تصور المخلفات وتكتب نوعها، إن كانت ورق أو بلاستيك أو حاجة تانية، وبدأت تحدد مكان المخلفات دي أو مجمعات المخلفات دي من خلال نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي بي اس، وبدأت تسجل بيانات المخلفات اللي هي الموقع بتاعها ونوعها وتاريخ جمعها واسمها، كل ده على تطبيق اسمه متعقب المخلفات أو دبرس تراكر. يعني الناس كده ايه هتبتدي تفتكر، لأن كلمة دبرس تراكر أو متعقب المخلفات كانت أشهر كلمة عندنا في الدرس هنا. طيب هل ينفع إن أنا أشتغل لوحدي مثلا في مدينة كبيرة زي مدينة شيكاغو؟ أكيد طبعا ينفع، ولكن كده الفاعلية وسرعة العمل هتكون قليلة خالص، لأن أنا شخص واحد وأكيد برضو عندي مسؤوليات تانية غير إن أنا أجمع المخلفات. فبدأت كمان إن هي تعلم التلاميذ بتوعها إزاي يستخدموا التطبيق ده عشان يجمعوا البيانات عن المخلفات ويبدأوا إن هم يحللوها. جايدة انتي معانا؟ هي جايدة، انا بطمن بس. ما دخلتش ماشي يا حبيبي. طيب تعالوا بقى نتكلم اكتر عن تطبيق متعقب المخلفات او دبرس تراكر. التطبيق ده هو بيساعد الناس ان هي تواجه القضايا البيئية، وكمان ممكن ان احنا ننزله على التليفون بتاعنا. التطبيق ده هو تطبيق مجاني بيتيح لينا ان احنا نسجل بيانات عن المخلفات ونجمعها، وقصدي والتطبيق نفسه بيجمعها في ملف، وممكن المستخدمين نفسهم يطلعوا على بيانات المخلفات دي وهو بيجمعها في شكل جدول إلكتروني، وممكن أي مستخدم إن هو يبص عليها عادي. البيانات دي ممكن إن هي تتعرض في مخطط دائري اللي هو الباي تشارت اللي احنا عارفينه، أو ممكن في رسم بياني بالأعمدة. كمان أنواع المخلفات بتبان على الخريطة من خلال النقط الزرقاء، والبيانات دي بتخزن على موقع متعقب المخلفات، ممكن أي حد إنه يحملها أو ينزلها. كمان هي بدأت إن هي تنشر الوعي البيئي بمخاطر المخلفات دي على الإنترنت. بدأت إن هي تعمل هاشتاج اسمه تعقب معدات الوقاية الشخصية أو track MPPE. عملت كده على موقع تويتر وإنستجرام، وبدأت إن هي تعمل حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت ل60 دولة علشان تشجع الناس على إنهم يجمعوا مخلفات معدات الوقاية الشخصية، ويجمعوا كمان بيانات عنها. البيانات اللي بتبعتها بكانر أو المتابعين بتوعها
بتتحول أو بتتوفر في شكل مواقع على خرائط نظام تحديد المواقع العالمي، وكمان بتتحول إلى رسوم بيانية بتوضح أنواع المخلفات اللي موجودة وأماكنها وبيانات اللي هم جمعوها عنها. بدأ الناس إن هي تحلل بيانات معدات مخلفات معدات الوقاية الشخصية دي، وبدأ الباحثين إن هم يستخدموا النتائج دي، وطلع المخلفات ممكن تأثر على حياة الناس في المناطق دي، عشان كده بدأوا يطالبوا بالتغيير. ده كده بالنسبة للتفكير العام. ايه يا حبيبي؟ انا ما كنتش بتكلم. احنا لسه ما خلصناش. انا عارفة واجب الدرس السابع. لا، لما نخلص الحصة هبعت الواجب على الجروب. ركزي دلوقتي واسمعي في الحصة. اللي اتكلمنا عليه ده هو حاجة عالمية أو منتشرة عالميا، إنما اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو حاجة محلية، وهي مبادرة اتحضر للأخضر، اللي هي مبادرة جو جرين اللي عندنا في مصر. وزارة البيئة المصرية عملت المبادرة دي سنة 2019 علشان تحقق المسؤولية الاجتماعية. المبادرة دي كانت من ضمن استراتيجية اسمها الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة اللي اسمها مصر 2030. والمبادرة دي كانت بتشمل 63 قضية بيئية، وبتشجع الناس إنها تتعامل بمسؤولية مع المخلفات البلاستيكية ومع أي مخلفات تانية. هدف مبادرة تتحضر للأخضر هو نشر الوعي بالقضايا البيئية والتأكيد على دور المواطن في حماية البيئة والموارد الطبيعية. حد عنده أي سؤال؟ هنا مثلا الآن بيقول لنا معلومة صغيرة، وهي إن إحنا المخلفات البلاستيكية ممكن تسبب وفاة الحيوانات البحرية، زي مثلا إن إحنا ممكن نحل ال يعني ممكن نحل أو نختار حل تاني غير إن إحنا نرمي المخلفات البلاستيكية في البحر، زي مثلا إن إحنا نعمل لها إعادة تدوير، أو إن إحنا أصلا ما نستخدمش بلاستيك ونستخدم بداله حاجة تانية تكون صديقة للبيئة. هندخل دلوقتي على الدرس الثاني اللي بيتكلم عن المواطنة الرقمية والمسؤولية الاجتماعية. كلمة مواطنة معناها إن أنا موجود في وسط مجتمع أو كجزء من مجتمع، وعليا مسؤوليات وليا حقوق. ده باختصار كلمة مواطنة. كلمة مواطنة بقى هو إن أنا أقدر أستخدم التكنولوجيا الرقمية بطريقة أخلاقية ومسؤولة وآمنة، والمواطن الرقمي نفسه لازم يكون ليه حقوق وعليه مسؤوليات. وزي ما احنا عارفين من دروس مثلا مادة المهارات، إن الإنسان اللي معلهوش أي مسؤوليات أو اللي ما بينفذش مسؤولياته بصعوبة جدا بيعرف ياخد حقوقه، وطبعا في الغالب ما بياخدهاش. ولو كلنا كمجتمع قررنا ان احنا ما نعملش المسؤوليات اللي علينا، مفيش حد برضه هيعرف ياخد حقوق. فبالتالي الحقوق هي حاجة مهمة، وانت بتساعد بيها نفسك قبل ما بتساعد بيها المجتمع بتاعك او غيرك. فتعالوا هنا نشوف ايه بقى حقوقنا على الانترنت او حقوقنا الرقمية. تعالوا نشوف اول واحدة هي الخصوصية، يعني من حقي ان انا اتمتع بالخصوصية. تاني حاجة الحماية ضد القرصنة، وهي إن أنا دايما أكون محمي ومحدش يعمل عليا هاك أو قرصنة. رقم ثلاثة إن أنا أقدر أتفاعل مع الناس على الإنترنت، ده طبعا من حقي إن أنا أتفاعل معاهم أو أتواصل معاهم من على الإنترنت. كمان إني أنا أشارك المعلومات وأحصل عليها عبر الإنترنت، أبعت لزميلي مثلا فايل وأستلم منه فايل، فده كده مشاركة معلومات. كمان من حقوقي هي القدرة على استخدام الإنترنت عندما تحتاج إليه، يعني في أي وقت أنا محتاج إنترنت أعرف عادي إني أنا أدخل على الإنترنت. أمال إيه هي بقى مسؤولياتي والحاجات اللي أنا ضروري أعملها؟ أول حاجة ضروري إن إحنا نحترم خصوصية الآخرين، يعني متعداش على خصوصية حد من زمايلي أو أي حد موجود على الإنترنت. رقم 2 هو إن أنا أحترم المصادر المتنوعة،
يعني أي مصدر موجود عندي فهو احتمال إنه يكون مصدر صحيح أو مصدر مش صحيح، فلازم إن أنا أتأكد بنفسي، وأيا كان لازم نحترم المصادر دي. رقم 3 هو إن أنا دايما أتعامل بسلوك إيجابي، ودي طبعا حاجة ضرورية، وأنا بتعامل مع الناس أظهر سلوك إيجابي، أتكلم بإيجابية وهكذا. ومن مسؤوليتي إن أحرص على التشارك الآمن عبر الإنترنت، يعني لو أنا ببعت لزميلي مثلا فايل أو ملف، فلازم إني أنا أتأكد إن الملف ده آمن. في نفس الوقت لو أنا بفتح موقع مثلا، لازم أتأكد لنفسي إن الموقع ده آمن. جيدة، ما تقوميش تاني لأن احنا في حصة. بعد كده هنتكلم دلوقتي عن المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية معناها إن أنا أستخدم الإنترنت عشان أساعد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، أو عشان أشارك في أنشطة اجتماعية وأحاول أحل معاهم القضايا الاجتماعية المختلفة، زي مثلا إن احنا نكافح التلوث، إن احنا نحسن الخدمات الصحية وهكذا. لازم واحنا بنستخدم كمان الإنترنت نعمل الحاجات دي. أولا نعبر عن رأينا بطريقة إيجابية، يعني نعرض حلول، نفكر أو نعرض أفكارنا ونساعد على حل المشكلات اللي موجودة. إن احنا نفكر إزاي إن احنا نتواصل مع الناس بطريقة مباشرة، في نفس الوقت نحترم رأيهم، كمان نتأكد من مصادر المعلومات إن كانت فيديوهات أو مقالات أو أي حاجة غيرها أو صور حتى، إن هي تكون معلومات دقيقة وسهلة على الناس إنها تفهمها. كمان لو أنت اللي بتشارك المعلومات، تتأكد من إن المعلومات دي واضحة للناس، وكمان تتأكد من الغرض منها إنه واضح ولا لأ. كمان تتأكد من المواقع الإلكترونية اللي أنت بتستخدمها، وتنتبه إن كانت هي مع مواقع إلكترونية جيدة أو موثوق فيها أو غير موثوق فيها وممكن تضرك. لو انت عرفت ان الموقع الالكتروني اللي انت كنت بتزوره بينشر معلومات مزيفة، فمن الافضل ان انت ما تزورش ابدا الموقع الالكتروني ده تاني، او حتى لو هي بتنشر معلومات مزيفة من خلال الاعلانات برضو ما تزورش الموقع الالكتروني ده. ده بالنسبة لينا احنا كافراد ممكن نعمل ايه عشان نكون مسؤولين اجتماعيين. انما المسؤولية الاجتماعية بقى للمؤسسات زي الشركات مثلا، فدول بيستخدموا الانترنت ممكن يساعدوا برضو الناس من خلال ان هم يعالجوا القضايا البيئية او يدعموا القضايا المهمة. وفي طبعا المؤسسات اللي عندهم مسؤولية اجتماعية بيحطوا المهام دي من ضمن خطط اعمالهم، يعني بيحاولوا ان هم يساعدوا المجتمعات المحلية في اجزاء مختلفة من العالم، ودي بتكون من ضمن خططهم، يعني حاجة أساسية بيعملوها مع كل خطة جديدة للشغل بتاعهم. لحد دلوقتي حد عنده أي مشكلة؟ لا يا مسي، طيب ممكن دلوقتي لو في أي حد عنده سؤال أو حد عنده حاجة عايز يتناقش فيها يرفع ايده.